الجودو يعتمد على القوة التركيز، الجودو يعتمد على المهارة. حبيت الجودو جدا، طورنا من نفسنا وابتدينا من هنا بداية ان احنا نبقى فريق كويس في لعبة الجودو. بدأنا نلعب بطولات جمهورية، بدأنا نكسب، بدأنا نطلع بطولات افريقيا تبع منتخب القومي تحت 20 سنة. من هنا بدأت احط رجلي ان انا ابقى بطل اولمبي في يوم من الايام ان شاء الله. الجودو جاء معايا لعبة صدفة، ما كنتش انا مرتب ان انا العب جودو او اي حاجة. كنا بنلعب لياقة بدنية وبعد كده ده اختارونا ان احنا نلعب جودو في افريقيا. الحمد لله انا جاب اول. ما فيش اي حد ممكن يتاهل للاولمبياد بسهوله. علشان تتاهل لازم تبقى بطل عالم. كل البطولات اللي حاططها الاتحاد الدولي لازم تلعبها. فرحه رهيبه جدا، مهما اقول لك مش هعرف اوصفها لك. على قد ما هي كانت مريحه ان انت حسيت ان شلت حمل تقيل جدا من على كتفك، بس برضو انت اتحطيت في ضغط تاني اللي هو ايه، الحمل الاكبر اللي هو الاولمبياد، حلم انه يروح يحقق ميداليه. وادي دجله طبعا ساعدني كتير انا ابقى موجود في اول 10 في الرانك بتاع الاتحاد الدولي. وفر لي طبعا السفريات كلها، معسكرات، بطولات، ان انا عاوز اطلع المعسكر او البطوله. وبسبب كده انا طلعت اكتر بطولات واكتر معسكرات، بحيث ان انا ابقى جاهز 100% في الاولمبياد ان شاء الله.